حمایت 525 هزار تن از مردم استان دیاری از اشرف، محکومیت حمله وحشیانه نیروهای مالکی در 8 آوریل و فراخان به حفاظت اشرف توسط ملل متحد. يطالبون الأمم المتحدة بتولي حماية أكثر من نصف مليون شخصا من أهالي محافظة اليوم تولي حماية مؤثر أشرف الذي حول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ خلف بن جبر من مجلس العشائر الوطنية العراقية في ديالى. أولا ندعو إلى سحب القوات العراقية من مخيم أشرف. نعم شیخ خلف بن جبر از شورای اشعار ملی عراق در دیالی به البابلیه گفت بیش از 500,000 نفر از اهالی استان دیالی از سازمان ملل خواستار پذیرفتن مسئولیت حفاظت کمپ اشرف توسط این سازمان شدند. بیانیه شورای اشعار عراق در استان دیالی دولت عراق را از ریختن خون مجاهدین خلق برحذر داشت. بیانیه از نیروهای مسلح عراق خواست سرکوب ساکنان اشرف را متوقف کند. بیانیه همه احزاب ملی و مستقل و اعضای پارلمان و احزاب دینی را به اعتراض به آنچه که کشتار 8 آوریل مینامید فراخواند و دولت را از ارتکاب جنایات بیشتر بر علیه کمپ اشرف منع نمود. صدر عن بیان از تجمع العشائر الوطنی في محافظة ديالى هو عدم تدخل الشؤون الإيرانية في شؤون ديالى، وهناك تدخلات كثيرة ومنها أخيرا وهو لا شرف لنا كعرب ومسلمين، هناك اعتداءات على منظمة خلق وهذه منظمة إنسانية لها الحقوق علينا ونحن كعرب. والله ورسوله أوصي بالضيف وهم لاجئون قالوا لاجئون. نعم. ومن هذا المنطلق أولا ندعو إلى سحب القوات العراقية من مخيم أشرف. نعم. اثنين إعادة ممتلكات التي سرقت من مخيم أشرف. ثلاثة ندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للإسراع لإيصال المواد الطبية والغذائية إلى هذه المعركة. نعم. الثلاث أربعة أول نديل الهجوم الأخير على مخيم أشرف التي راح ضحيته أكثر من 36 شهيد ومنها 4-8 نساء وأكثر من 350 جريح. نعم. هذا كل ما ندعي بها ديالى ونرفض أي انتقال قسري إلى هؤلاء. إذا شيخ يعني أكثر من 500,000. نعم. أي نصف مليون. إذا شيخ يعني حتى هذه اللحظة يعني أصدرتم بيان بهذا الخصوص، ما هي الخطوة المقبلة بعد البيان؟ ستخرج ديالى. نعم ستخرج ديالى. نعم. إذا بقيت القوات الإيرانية تدخلها في شؤون ديالى سنخرج مظاهرة ونحضر الحكومة المركزية أن لا تسمح بالقوات الإيرانية للنظام الإيراني في تدخلها في محافظة ديالى وفي العراق أجمعين.